بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الدرس ده هنتعلم إزاي بنعدل في الشيت ريفرنس للبلان أند بروفايل. يعني بمعنى إن إحنا عندنا شيت بالشكل ده، ده بعد ما رسمناه عندنا هنا الاستشانات 550. إزاي نعدل في السكيل بحيث إن إحنا ناخد أكبر عدد أكبر من الاستشانات، اي وازاي نخلي السكيل ل2000، وازاي السكيل ل1000، ازاي نكبر الويندوز ده بالعرض او كان بالطول. اذا كان مثلا عندي فرق في الليفلز، هيكون مثلا عندي كوبري بالشكل ده، فطبعا الويندو مش كفايه، عايزين نخلي الويندوز لفوق. ازاي نعمل الكلام ده كله؟ الشيت ريفرنس طبعا نيجي من البدايه. في البدايه احنا بنختار، لما نيجي نقول نيو بنختار الملف ده، الملف ده ملف متريك. لما بنختار ملف متريك هو بياخد الريفرنس اوتوماتيك منين؟ الملف اللي احنا هنفتحه ده، هنفتح بالشكل ده وهضغط هنا دي دبليو تي، بينقلني للفولدر ده اوتوماتيك. هاخد بلان برودكشن، الملف ده اللي هو سيفل 3 دي متريك بلان اند بروفايل. لو ضغطت اوكي هيفتح لي ده. طيب هنا ده ملف انا عامله ومعدل فيه الخصائص بتاعته. طبعا انا واخد الفريم بتاع الشركه اللي انا شغال فيها ومعدل بالشكل ده. طيب هو بيجي ازاي؟ الملف بيجي بالشكل ده، ايزو A0 هنا، A1 1 ل1000، A1 1 ل500. فكل ما في الموضوع بروح وعامل انا كوبي، اروح واخد هنا واقول له اوكي، يروح عامل عندي كوبي. الكوبي اللي عندي انا سميته ده، كنت عامله للA3 وده عامله للA1، بس الافضل ان احنا نشتغل على الA1 لان في الA3 الماتش لاين بيطلع كبير جدا. يبقى خلينا في الA1. لو انا عايز اطبعه على A3 اخلي السكيل ادبلر السكيل عشان اخلي سكيل 1:2000. يعني عموما نقدر نتحكم في السكيل من الشده. ما خدت كوبي، بشيل الفريم اللي هو موجود هناك اللي هو الفريم ده وده الفيو بورت بتاعي، لكن الفريم ده بشيله وبحط الفريم اللي انا عايزه، او انا عايز استخدمه واكتب الايه الخصائص بتاعته هنا. طيب اجي على اللي انا عدلته. طيب هنا عايز اعدل الويندو، بروح ضغط كليك يمين اخد خصائص. الخصائص، في الخصائص نتعرف على الخصائص، ده العرض وده الارتفاع. لما بغير في العرض هنا بتغير العرض، او ممكن اغير العرض مانوالي، ممكن غير مانوال كده، اخد الايه الفيو بورت اعملها كده بالشكل ده، او ارجع تاني يبقى غير العرض او غير الارتفاع. لو الارتفاع عندي مش كافي بغير الارتفاع ده بالشكل ده، اخد كده وهلاقي هنا العرض بيتغير هنا اوتوماتيك. ها كده بالشكل ده اخليك اكبره او اصغره. يبقى كده السايز، يبقى عرفنا ازاي هنعدل الايه السايز. وبعد كده نضغط سيف، بس الافضل ان احنا ناخد نعمل سيف اس فايل، سيف اس ونحفظ نسخه احتياطي، عشان لو النسخه دي باظت نقدر يبقى عندي نسخه احتياطي. عموما هنا نرجع للايه للبروبرتيز. اجي هنا في عندي السكيل 1 ل1000. طيب السكيل 1 ل1000 عايزين نغير في السكيل 1 ل1000. اضغط على الفيو بورت الاول، اضغط هنا بيقول لي لوك يعني مقفول. طب احنا عشان نغير في السكيل لازم نخليه انلوك، اضغط هنا اقول له نو يعني ما تقفلش، بيروح فاتح لي ديت. اضغط هنا السكيل بغيره، لو هو 1 ل2000 وانا عايز اختار 1 ل1000 بختار 1 ل1000، الاقي الاثنين دولت اتغيروا اوتوماتيك. ما انساش بعد ما اغير السكيل ارجع اقول له يس تاني، يقفله تاني برضه برضه لتحت. اضغط اسكيب، اختار اللي تحت واختار هنا، اقول له نو ما تقفلوش افتح يعني. من هنا اختار السكيل 1 الى 1000. كده انا غيرت في السكيل. بستفاد ايه؟ لو السكيل 1 ل1000 هياخد استشانات قليله، لان الشكل اللي احنا شفناه كنت انا عامله بسكيل 1 بسكيل 1 ل1000. اذا خدنا سكيل 1 ل2000 هياخد استشانات اكبر. طيب سكيل 1 ل2000 بالورقه A1 بتاخد قد ايه؟ بتاخد 850 متر في الشيت الواحد. طيب السكيشن السكشن 1 ل1000
بياخد قد ايه؟ بياخد 550 متر لو احنا خدنا بالايه؟ بالشكل ده. واذا عرضنا ديت اكتر ده بنفس السايز اللي انا واخده. طب السايز اللي انا واخده قد ايه؟ هقول ديستانس من هنا الى هنا عندي السايز كام؟ السايز اللي هو 686 بياخد زي ما انا قلت لكم. السايز اللي هو 686 بياخد في السكيل 1 ل 1000 بياخد 550 متر. لو في السكيل 1 الى 2000 بياخد كام؟ بياخد 850 متر. وهوريكم الشيتات اللي انا ايه؟ اللي انا عاملها، طبعا ما فيش وقت عشان نشتغل كل الكلام ده كله. طيب عرفنا ازاي بن ايه؟ بنغير، وبعد ما نغير بنعمل لوك، وبعد ما بنعمل لوك اروح جاي عامل هنا ايه؟ سيف. خلاص انا عملت الاعدادات اللي انا ايه؟ اعدادات اللي انا عايزها. فبعد ما اعمل الاعدادات اللي انا عايزها طبعا ما انساش الحاجات دي، باخدها ايه؟ باخدها كوبي بيست من هنا، باخدها من الايه؟ من الشيتات الجاهزه اللي هو جايبها لي، باخد دي كوبي بيست واحطها هناك، وانا باخد كل ده كوبي زي ما قلنا في البدايه. خلاص بعد ما عملنا سيف هنا سيف، وبعد ما اعمل سيف اقفل ديت اشوف. بعدين اجي اعمل بعمل ايه؟ اجي على الالاينمنت اللي عندي. طبعا ده مشروع كنت عامله في الشركه بتاعتي، ده الاكس ريف، ده الاكس ريف بتاعي. عايز افتح الايه؟ الملف الاصلي، ولا ممكن يكون مفتوح معايا؟ ايوه ده الملف الاصلي، وده الايه؟ وده الفيو بورت الشيت، الشيت بتاعي اللي انا بعمله. بعمل ايه؟ بروح جاي عشان اعمل شيت، بعمل بروح جاي من هنا كرييت فيو بورت. طب احنا خدنا من تولز سبيس او من هنا طريقه واحده، المهم اللي ديت بتيجي اقول له نيكست، فباخد هنا الايه؟ الشيت. المقاس الشيت لو تلاحظوا حضراتكم ده اللي انا ضايفه، كاتب رقم 2. الاقيه ظهر عندي هنا ايزو اي 1 بلانم بروفايل. وحتى لو لاحظنا في اخر فيديو لو رجعته هتلاقوا الايه؟ نفس العنوان اللي انا ايه؟ اللي انا عامله. فهقول له اوكي، واقول له كرييت وخلاص، ونبتدي ايه؟ نبتدي نشتغل، وبعد كده هتلاقي النتيجه اللي احنا عملناها. طيب ده انا عامله بسكيل كام؟ ده عامله بسكيل 1 الى 1000. طيب عايزين نشوف السكيل 1 الى 2000 عدد اكبر طبعا. طب الاكس ريف منين؟ لان طبعا انا عملت شيتات، ده الرابط بتاع الشيتات اهوت، انا كنت عاملها على الاف من هنا السيفل بسم الله، هنا سيفل 3 دي، ده المشروع اللي انا ايه؟ اللي انا عامله. غير هنا دي دبليو جي، ديت الشيتات اللي انا ايه؟ ديت الشيتات اللي انا عاملها، ديت انا عاملها 1 الى ايه؟ الى 1000. طيب انا خدت نسخه جوه المشروع تاني وهختار ده، بقى عندي 1 الى ايه؟ 1 الى 2000. 2000 قال لي جهز عندك بالشكل ده. طب احنا ممكن نقفل كله. طبعا ده احنا شفناه، النتيجه دي شفناها بعد ما رسمنا. طبعا احنا عرفنا ازاي نعمل الشيت مانجر. بسم الله. برنامج تقيل شويه في الفتح، الله المستعان. هنا لو لاحظنا هنلاقي العدد هنا ايه؟ العدد هنا اقل، دي بالظبط كده 550 متر، بادئ من 530 150 منتهي بكام؟ 531 725. طيب انا هقفل ده، اقول له مش عايز احفظ. هنا ده واخده سكيل 1 ل 1000. هفتح المشروع اللي احنا قلنا عليه ده. اوكي عامل هنا بسكيل 1 ل 2000. نلاحظ ان المساله ايه؟ كبرت شويه، اصبح هنا شوفوا عندي هنا من ستيشن كام يا اخوانا؟ من عندي من ستيشن 531 125 الى ستيشن 532 400، وده باقي الايه؟ باقي المشروع بتاعي. فخد على استيشنات اكبر، وده كان سؤال الايه؟ الاخ اللي ساله. فاحنا لما نيجي نفتح بسم الله، اجي افتح هنا الشيتس اقول اوكي. الشيتس اللي احنا عملناه، وطبعا احنا عرفنا ازاي في الدروس السابقه بتاعت البلان بروفايل ازاي نعمل الشيت مانجر. بس ده فقط احنا بنشرح ازاي نقدر ايه؟ نعدل الشيت الريفرنس اللي احنا بنجيب منه. لو احنا عايزين نعمل ريفرنس جديد ونغير السكيل بتاعه ونزود الاستيشنات او نقللها.
هنلاحظ هنا طبعا هنا ما عملتش اي اعدادات، هنا يا دوبك رسمت اليوم بس عشان نعرف الاخوه ازاي بنغير سكيل وازاي القعده. هنا طبعا ادي الاستيشنات بتاعتنا، طبعا المفروض نعمل كونفيجريشن للكلام ده وعرفنا بنعمل ازاي الكونفيجريشن بتاعه. هنا ادي الايه، ادي نهايه الايه. انا ممكن طبعا ممكن اعمل كده، ممكن اطلع بالشكل ده، فخد عدد اكبر من 542، يعني خد دي طبعا انا حسبتها لقيتها كام؟ لقيتها 850 متر. وكده يبقى عرفنا ازاي نعمل الاعدادات، وجزاكم الله خير وربنا ينفع الجميع ان شاء الله.